السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. مظاهرات في لبنان قاربت على إنهاء يومها السادس على التوالي، والحريري ما زال يحاول احتواء الموقف بلقاء سفراء مجموعة الدعم الدولية لبنان وعرض مجمل التطورات والأوضاع العامة معهم، في حين يواصل السياسيون تقديم اقتراحات لحل الأزمة وعودة اللبنانيين إلى الشارع. عدد من الدول أبدت ضامنه مع الشعب اللبناني وحقهم بالمطالبة، وأخرى ليس لديها موقف رسمي واضح حتى اللحظة. آخر التطورات في لبنان في هذا التقرير. هو ذات الغضب في لبنان لليوم السادس على التوالي. السياسيون يواصلون تقديم اقتراحات لحل الأزمة، والقوى الأمنية تحاول إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرقات في مختلف أنحاء البلاد بالوسائل السلمية، لكنها لن تستخدم القوة إذا ما رفضوا ذلك. مقترح لإجراء تعديل وزاري، وفي ذات الوقت يلتقي الحريري سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان ويعرض معهم مجمل التطورات والأوضاع العامة. في وقت آخر، كشفت مصادر لبنانية اليوم عن نية الحكومة إعلان حالة الطوارئ بعد أن رفض المحتجون مسودة الإصلاحات التي تقدمت الحكومة بها يوم أمس الاثنين. واستمر المحتجون بالتظاهر والمطالبة برحيل النظام السياسي، مختصرين المشهد بكل يعني كل، لبنان لن يهدأ، وشجرة الأرز بعد احتراق نصفها تحاول الصمود، عسى لبنان جديد يجمع الطوائف ويفرق الأحزاب. نبحث ليلى المواقف من الاحتجاجات في لبنان، وأرحب بضيوفي ليلى الخبير الاستراتيجي دكتور حسن بلاري، أهلا بك، شرفت بحضورك. أستاذ العلوم السياسية دكتور جمال الشلبي، أهلا بك، شرفت بحضورك دكتور جمال. قبل أن نبدأ الحوار الحقيقة والحديث مع ضيوفنا الكرام، مباشرة إلى مندوبنا إسماعيل السراوي، سيكون معنا بعد قليل إسماعيل. إذن إسماعيل السراوي من طرابلس مباشرة، يوم أمس كان في ساحة الشهداء، واليوم من طرابلس سنكون مع آراء اللبنانيين مباشرة من مدينة طرابلس لنتعرف على مواقف أبناء هذه المدينة مما يحدث في لبنان عموما. دكتور جمال، أسمع وجهة نظرك بالحدث اللبناني اليوم. مئات الألوف، هذه أرقام حقيقية، أكثر من مليون، ما يقرب مليوني شخص نزلوا إلى الشوارع يريدون إسقاط النظام، تغيير النظام، تغيير الهيكلة السياسية، البنية السياسية للبنان لقائمة من 30 عام. مساء الخير لك ولزميل الدكتور براري ولجميع المشاهدين. يعني أنا لست متفاجئا بما حدث. لماذا العالم العربي يمس بما يسمى الربيع العربي، ولماذا لبنان؟ هل لبنان هو يعني استثناء؟ أعتقد أن لبنان والشعب اللبناني يعيش كبقية الشعوب العربية حالة من الضنك الاجتماعي، الصراع الطبقي، نسبة الديون وصلت حوالي 86 مليار دولار إلى 100 مليار، تمثل 150% من الناتج القومي، البطالة أكثر من 40%، ونسبة الشباب أيضا 50 إلى 60%. وبالتالي ماذا نتصور، ماذا نعتقد، ماذا نتخيل؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، أعتقد ما يحدث الآن في لبنان وأيضا في الجزائر وفي السودان هي الموجة الثانية، أطلق عليها الموجة الثانية مما يسمى الربيع العربي. الربيع العربي الأول كان مدمر، هز عروش وأنظمة في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر وغيرها. الآن الموجة الثانية ربما تكون أكثر عقلانية، أكثر تشبثا بالمطالب المعيشية والاقتصادية. لذلك ما حدث في لبنان يشكل المرة الأولى ربما من عام 2005 منذ مظاهرات الأرز التي جاءت بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري، لم نرى في لبنان هذا العدد الهائل. وبالمناسبة ليس فقط في لبنان، أنا أعتقد هناك في الجاليات اللبنانية في المهجر، في فرنسا، في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، في أمريكا الشمالية، كندا، هناك جاليات لبنانية بدأت تتحرك، بدأت يعني تؤيد ما تقوم به المظاهرات والشعب اللبناني، خاصة وأنه لأول مرة يتوحد الشعب اللبناني الذي من المعروف بأنه طوائف مختلفة من الشيعة والسنة والدروز والأرمن والمارونيين والأرثوذكس إلى آخره. وبالتالي لأول مرة نرفع شعار لبنان،
بعيدا عن التحزبات السياسية، حزب الله ولا حزب الوطن الحر ولا حزب المستقبل ولا حزب المردة إلى آخره. فأنا أعتقد ما يحدث في لبنان هو شيء طبيعي، ردة فعل على الأوضاع الاقتصادية، وأيضا جاءت ربما بعد مرحلة ما يسمى بالنائب النفس منذ عام 2012. الآن انتهى الصراع في سوريا إلى حد ما، الدولة السورية سيطرت على 80% من الدولة، أصبح هناك في خروج للولايات المتحدة الأمريكية من سوريا. إذن الآن بدأنا نعود إلى الذات، الذات اكتشفنا بأنها تعاني. أنا أعتقد هناك في ثلاث أسباب ربما إذا سمحت لي. خليني أسمع الأسباب بعد ما نسمع مباشرة، ننتقل لمندوبنا إسماعيل السلاوي من طرابلس مباشرة. إسماعيل مساء الخير، أترك الكلمة لك ولآراء اللبنانيين حول ما يحدث في لبنان. فقد إسماعيل مرة أخرى. طيب نعود إسماعيل لاحقا، أسمع وجهة نظرك دكتور حسن قبل ما أجي للتفاصيل، لماذا يحدث ما يحدث في لبنان، وأنا سمعت جزء من توصيفك للحالة وهي حالة ربيع عربي جديد. دكتور حسن رأيك نفس السؤال يعني؟ بداية تقديري ما يجري في لبنان هو تعبير عن أن فجوة الثقة بين الزعامات التقليدية في لبنان، زعامات الطوائف التي جاءت على عقاب نظام اتفاق الطائفي عام 89 لم تعد مقنعة للشارع اللبناني، واستبطن الشارع اللبناني بأن وجود هذه الزعامات هو السبب الأساسي في أولا رواج حالة من الفساد، وثانيا تعطيل العدالة بمعنى منع إجراء محاسبة حقيقية لمن يرتكب الجرائم الاقتصادية والفساد في لبنان، وهذا الذي أثقل كاهل لبنان. كما قال الدكتور أيضا المديونية وصلت إلى أرقام فلكية قياسا بإجمالي الناتج المحلي اللبناني، هذه مديونية غير مسبوقة، وبالتالي لم يعد الشعب اللبناني يحتمل أن تستمر الأوضاع، وبخاصة بعد حقيقة أن اتفاق الطائف جاء لإنهاء حرب أهلية كانت موجودة، الآن لم تعد هذه الحرب الأهلية، بالتالي لا يوجد مبرر لاستمرار هذا النظام المحاصصي القائم على تثبيت وترسيخ مكانة هذه الزعامات التي لم تتمكن بخلال 30 عام من أن تقدم ما يريده هذا الشارع. دكتور حسن اسمح لي أستأذنك وأخذ إسماعيل، لأن إسماعيل في منطقة يبدو تواجد كبير فيها للمتظاهرين اللبنانيين. إسماعيل أترك الكلمة لك وأنت في طرابلس الآن، ونستمع للبنانيين ورأيهم بما يحدث اليوم في لبنان. نعم محمد، أنا في طرابلس في ساحة النور، أعداد كبيرة من المتظاهرين لم نستطع طبعا إحصائهم، المطالب واحدة إلا أن هناك منصة مركزية، هناك تنظيم للمهرجان شباب مجتمع مدني، الآن معنا معتصمون سوف نسألهم ما هي المطالب وما ممكن أن يحصل. ممكن تحكي لنا إيش مطالبكم؟ نحن مطالبنا تغيير النظام السياسي، مش النظام بمعناه أي تغيير بالدستور، يعني نحن أسقطنا النظام، نريد نظام عادل لهذا الوطن الحبيب الطيب، هيدي الطبقة اللي ذرتنا من أكثر خلتنا نعمل حرب 75 وهديت 92، ولهلأ قلنا أكثر من 40 سنة نعاني من هالأزمات وهالوجع الأليم 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 الشديد. لهالسبب الناس معتصمة في كل لبنان تحت راية العلم اللبناني والوطن اللبناني، لا بديل لنا له، ونريد من هذه الدولة كنا نطمح خلال 72 ساعة أن تأخذ تدابير بإعاز إلى النيابات العامة والقضاء بحبس كل الفاسدين ليرتاح الشارع من هذه الزمرة المجرمة اللي جوعت الشعب وخلت الشعب يضحك ويفرح. هيدا المنظر في هذه المدينة يعبر عن لبنان الدبكة، لبنان الثقافة، لبنان الهندسة، لبنان الفرح، لبنان الرسم، هذا هو لبنان اللي عم تشوفوه بكل المواقع بهذه التظاهرة اللي عم بيشوهوا موديل هذه المدينة. هذا تراث لبنان العظيم، هذا الشعب اللبناني العظيم، هذه طرابلس محافظة الشمال العظيمة الأبية الذي جعلوها في العالم إنها إرهابية، إنها حبيبة غالية على قلوب اللبنانيين، وهذا الشعب طيب أطيب منهم، فليذهبوا ويريحوا هذا الشعب العظيم الكريم. معنا أنت من الشباب المنظمين، لو تيجي لعندي، أنت من الشباب المنظمين؟ نعم. طيب احكي لي بداية عن من هم الشباب الذين ينظمون هذا الاعتصام، من أنتم؟
نحن شعب مواطن موحد كلياتنا، سني شيعي درزي علوي ميم مسيحي، نحن كلياتنا هون ايد واحدة، بدنا هيدي الطائفة كلياتنا نكون ايد واحدة، بدنا الشعب الفاسد من شيخ سعد الحريري انت ونزل من ريال حسن كمان كلياتهم ينزل على كروسي مثل ما كنتم شايفين ساحة النور، العالم كلياتها متظاهرة عم ترقص مبسوطة، شعب ما بده ياكل، لازم تسعوا دمكم تنزل على كروسي بقى، لأنه الشعب كل منه ما حيطلع من الطريق لما تستقلوا كلياتهم، ما حنعمل لا جامعات ولا مدارس ولا شغل، العالم كلياتها بكره ما عاد يفتح ابدا ابدا لحتى تحلوا عنا نجيب تعمل جديد على لبنان، والطرقات مسكرة على كل الدول اللبنانية. شباب شكرا. سبب تواجدكم، سبب تواجدكم في ساحة النور ومن متى انتم موجودين هون؟ سبب التواجد ومن متى انتم هون في ساحة؟ من هالخميس صرنا هلا لحد هون 6 ايام دولة فاسدة عم تطلب من المواطنين ان تنفذ قرارات، وهي اساسا دولة من اساسها فاسدة، دولة عم تطالب تنفذ القانون بكل دول العالم، من اول ما بتاخذ دولة استقلالها بيظهر قرارات صارمة، نحن كل يوم بلبنان عنا قرار وكل يوم عنا دستور وكل يوم عنا شروطات وكل يوم بياخذوا واحد بيطلعوا واحد، شغلة واحدة بأي حق بيطلبوا من المواطن يدفع ميكانيك للسيارة وهن اجمالا طرقات غير صالحة للسير، بياخذوا منك ضريبة على الكهرباء واجمالا ما في كهرباء، مدارس ما في، بيوزعوا لك بيعطوك مدرسة ببلاش بس بقرطاسية كتب، كل يوم طلبات طلبات طلبات، عم تعادل المدارس الخاصة كله مثل بعضه، دولة فاسدة، انزلوا على كراسي، عيب عليكم، حتموت نص العالم بالمظاهرة وهن ما عم يحسوا على دمهم، شي كتير ضد الثورة. معانا ايضا حالة مميزة، معانا حالة مميزة، ممكن شباب يعطيك العافية. اهلا الله يعافيك. احكي لنا، الله يعطيك الصحة والعافية بداية، احكي لنا انت ليش موجود هون؟ ايش مطلبك؟ اول وحدة مبسوط لانه متوحدين كليتهم ايد وحدة. ثاني وحدة كمان موجود هون لازم اول شيء يحجزوا على الاموال تبعيتهم كلهم، عرفت كيف؟ ورفع السرية المصرفية كليتها بكاملة. ويعني وكمان حقوقنا ضايعة. والله حقوقنا انا كنت بألمانيا بس جيت من 12 سنة لهون وباقي بلبنان بقى بدي اروح على ألمانيا. عرفت كيف؟ ولانه مشان هون يعني الاوضاع شفت مثل ما هي، منا مرتاحين بالمره بالمره، عرفت كيف؟ ابدا ابدا عم نطلب، انا عندي 2 معاقين بالبيت هلا من شارع مثلوا عمليه بعد الوزاره كلفتني 1,800,000، المستشفى ما بتعترف بالوزاره، طيب بعدين شو يعني؟ اول شغله نطلب نزيلهم كلهم ورفع السريه الماليه على املاكهم بالمصارف كلياتها، ونطلب من قائد الجيش اذا قائد بيحب الشعب وبيحب الشعب يوقف يحجزهم كلهم بالبلد ويمنع منع سفرهم من المطار، ممنوع يسافروا حتى يتحاسبوا كلهم، أملاكنا بجيوبهم، مالنا بجيوبهم، ورياض سلامة لازم يوقفوا عليه ضده بالمصرف، ممنوع يسرق الأموال من المصارف، هذه مال الشعب، مال الشعب الفقير الكادح طرابلسي، طرابلس فقيرة معدومة محرومة من حقوقها كلياتها، ونحيي الجيش اللبناني اللي واقف عم يحمينا بساحة النور، بعدين ساحة النور ساحة عبد الحميد كرامة عروسة الثورة اللبنانية، ونحيي كل المناطق وعين الرمانة النبطية وسور وساحة ينصرة، منحيي كل الشباب اللي بتعطل على شعبه، نحن هن الشباب كله شغل يومي، اذا ما شغلوا واشتغلوا ما بياكلوا واقفين بتعطلين ليدعموا هالثورة، ونطلب من كل النواب ينزلوا يستقيلوا لانه هيدا حقنا نحن طلعناكم ونحن بدنا نرسلكم، مليونين و300 شخص نزلوا على الساحة وهالحقن الشرعي بيسقطوكم، انتوا سقطتوا من زمان. نعم هذه الصورة كما شاهدتم محمد، سنبقى في ساحة استمع إليهم إسماعيل، لا مانع استمع إليهم أرجوك، المداخلات القادمة. نعم استمع لجمهور اللي حاضرين حولك، لا مانع احنا مستمرين إن شاء الله، احنا مستمرين لأنه احنا هان هان بطرابلس وبالشمال وبيروت وبصيدا وبصور كلنا موحدين، كلنا متوحدين مسلمين ومسيحيين متوحدين على اسقاط هؤلاء الفاسدين، هؤلاء السارقين، هؤلاء الظالمين، احنا مستمرين ان شاء الله تعالى حتى نحقق عهد جديد، بدنا عهد جديد، بدنا عهد جديد، بدنا لبنان جديد ان شاء الله تعالى، الله اعلم. نحن نتمنى من النواب والوزراء يقوموا على الكرسي كلهم، ونحن ما عندنا شغل وما عندنا لا مي بالبيت، نحن نتمنى منهم ينزلوا، ما بدنا نحن نطلع من الشارع لحتى نكون بمظاهرة، نحن بدنا كلنا يوم من الشارع
يحلوا عنا بحوزه. نحن من حي التلفزيون الاردني اول شيء اللي عم يغطي تلفزيون رؤيه من الاردن، قناه رؤيه من الاردن. نعم. رؤيه من الاردن من حيها تحيه كبيره من لبنان، ومنطلب من اهل عكار والضنيه وطرابلس ينزلوا بكره بكثافه، يفلوا كلن يفلوا، جوعونا اولادنا بلا شغل، نحن بلا شغل، ما في اكل، اكلوا البلد من راس الهرم الى الاسفل، يفلوا عنا كلنا ابدا. وبدا الجميل التظاهر بكره بكثافه. انا بس اول شيء وجه تحيه لقناه الرؤيا الاردنيه، ووجه تحيه خاصه للشعب الفلسطيني. نحن بس لو نتعلم منه ندفع للشعب الفلسطيني كرمال شجره زيتون بيحرقوا اسرائيل اللي فيها، كرمال شجره زيتون. ونحن هون اقل حق عم نطالب فيه اليوم وعم ننزل. انا بس بدي اقول كلمه، نحن بس لو نتعلم من الفلسطيني، انا لبناني الاصل ابن طرابلس، بس الدم فلسطيني. احنا بس لو نتعلم منه انه بنكون عندنا الشرف اللي عنده اياه هون، والله بيصير بلدنا احسن من فلسطين. بالعكس، اصلا ما في احسن من فلسطين، رح نصير مثلنا مثل فلسطين. بس نتعلم ندفع. وبحب وجه تحيه خاصه لاهل الاردن ولفلسطين وليافا، حبك يافا. تحيه للشعب الفلسطيني. نيجي لهون سريعا، خلي الميكروفون معي، اول شغله انا بحترم القناه اللي عم تيجي ترفع صوتنا لهون. ديني شغله، بدي وجه كلمه لهالشباب المحروق اللي قاعد بلا شغل، يلي العالم قاعد ببيوتها مع احترامي لك، ما حدا عم يطعم وليده، لا ولاد ولا مدارس ولا حكمه، معلمي كليته عم يصير محسوبيات. نحن ما بدنا نكون محسوبيات لحدين، بدنا نكون محسوبيات لحالنا ولهالشباب الفقيره المعتره. يعني هالشباب، هيدي الشباب مع احترامي لك، والجيش اللبناني هو اهلنا، اخونا وابن عمنا واخواتنا كلياتنا، بس هاي الشباب دمه محروق. بابا بدنا يهون معلمي سعد الحريري، حطتنا بديزو وروح يهوب ببيته. معلمي عم بعد امرك كلمه صغيره، سعد الحريري عمل مؤتمر لوحده معلمي من ملكات الجمال، كبلنا 200 مليار دولار، 200 مليار دولار كبلنا. الفقير مين عم بيطعمينا؟ ما حدا عم بيطعمينا. نحن هاي الشباب محروق. الله وطرابلس. رح ناخذ كلام اليوم، نرجع لورا. كلمة واحدة، أول شيء تحية من لبنان للشعب الأردني. ممكن يجي لهون، رح نسمع من الكل، يجي لهون إن شاء الله. شباب، أول شغلة، أهل طرابلس، أوفياء، رجال، أبضيات، أم الكرم، بس بدنا منه شغلة، خلي هالدولة بقى يستقيله، يستحوي على ضمهم ويصدروا كل أملاكهم، هالمصاري من هربين لبرا على فرنسا لبرا 800 مليار دولار، يعني هني ما عن غلي أكتر من السعودية. حاجة بقى يضحكوا على الناس الفقير، هذا شعب فقير، شعب معطر، هني مجوعينه، معدينه بلا أكل، يأس، مرض، العالم على اللي عم تسرق، عم تشلح، يا عيب الشمعة دولة، يا عيب الشمعة شرفكم، لأنه فيكم ضمير. لدينا العنصر الأنثوي بعد إذنكم، العنصر الأنثوي، تفضلي. لا خليك، رح ناخذ من الجميع. لو سمحتوا تفضلي، إيش حابة تحكي لنا، ما هي المطالب؟ أول شيء مساء الخير للجميع. بدي أقول إنه في أطفال بعمر 10 سنين عم تحمل شنطة ب 30 كيلو. شو مستنصرين من هيك حكام عم يحملوا طفل عمره 10 سنين شنطة وزنها 30 كيلو؟ هلا أنا شنطتي وزنها 70 كيلو، معقول هيك؟ قدام عم ينهانوا، صار لهم 6 أيام عم ينهانوا وما حسوا ولا قاموا عن كراسيهم. شو ادفع هالحكام هدول؟ مش معقول هيك يعني. بعد شوي يا شباب، نحن لعيمة بدنا نضلنا شعونين، لعيمة بدنا نضلنا فقيرين، لعيمة بدنا نضل حد يدفع اجار بيوت. حرام عليكم، ما حسوا فينا، عمري 38 سنة بعدني عم بدفع اجار بيت لهلا، حرام عليكم، جوعتونا، الله يجوعكم. كمان معنا، يلا بس خلي الميكروفون. أول شيء بنتشكر قناة رؤية يلي عتبثها الحدث اليوم من قلب طرابلس. واليوم بالنسبة للوجه اللي يحكي لكل الناس، صار شيء معروف وما بقى في داعي نضل نعيده. فنحن في طلب من أهل طرابلس بساحة النور، هو طلب وحيد من قائد الجيش بأنه يعفش كل هالسياسيين، الطبقة القديمة والطبقة الجديدة، وينزلنا يون هون بنص الساحة لناخذ حقنا منهم. زقفي يا شباب. شكرا. برضو معنا الميكروفون معاي، ويحكوا وصلونا. يلا رح توصلك الدور.
بس بدي اقول للشباب اللي قاعده بالبيت شباب تنزل لهون تحكي، لانه هلا بطل دين سكت بقى عن شيء، ولو كان بده يصير في خرابها ما حدا بقى لازم يسكت. شكرا. سنبقى هنا. اسماعيل سنعود اليك لاحقا، سنعود اليك لاحقا اسماعيل مباشره، كنت معنا من طرابلس. اشكرك جزيل الشكر، راح ارجع لك دكتور حسن، لكن بعد فاصل قصير ومن ثم نواصل بقوانا. إذا نواصل حوارنا وضيوف الكرام، استمعنا إلى آراء اللبنانيين في طرابلس. دكتور حسن قطعتك وعذرني. لا ما في مقاطعة، هو أبدا يعني، حتى الأشخاص الذين استمعنا إليهم أيضا يؤكدوا النقطة الأساسية اللي أنا وصديق الدكتور جمال أكدنا عليها، أنه في ضنك، يعني اللبناني يشعر في ضنك. لكن إذا أنت بدك تروح على الموضوع بشكل أعمق وتتجاوز لبنان يعني وتنظر إلى الدولة في المشرق العربي، أنا أعتقد بعد هذه العقود التي مرت الدولة في المشرق العربي أخفقت إخفاقا كبيرا جدا في أن تكون ما يسمى بالأدبيات ريسبونسيف، بمعنى أنها تكون دولة تستجيب للتغيرات المجتمعية الموجودة. هذا الكلام شفناه بسوريا، شفناه بالعراق، شفناه جزئيا في الأردن، الآن موجود في لبنان، يأخذ شكل مختلف تماما، لأنه أيضا الشارع بعد هذه الصحوة السياسية الكونية العالمية الشارع أصبح يشعر بأنه انتايتل، بمعنى أنه لديه القدرة وعنده الحق في التغيير، وهو اكتشف قدرته لأول مرة، يكتشف الشارع في لبنان هذه القدرة الهائلة على التغيير. وشو اللبنانيون الذين خرجوا هم عابرون للهويات الفرعية، بمعنى هم لم يتخندقوا خلف طوائف أو مذاهب معينة، وإنما عبروا عن أنفسهم بالهوية الوطنية اللبنانية الجامعة التي بدأت تدرك هذه الهوية الوطنية، بأن هذه النخب التقليدية اللي على مدار الثلاث عقود على الأقل منذ اتفاق الطائف اليوم، منذ اتفاق 89 اليوم، هي عززت مكاسبها الخاصة وأيضا كرست حالة من التكلس السياسي. هذا الشارع اللبناني انتفض ضد هذه الموضوع. أنا بتقديري الجوهر الأمر إذا أردنا نذهب بالعمق هو فشل الدولة. نعم. الدولة في منطقة المشرق العربي، أي الأنظمة الحاكمة، في أن تكون في أن تستجيب للتغيرات المجتمعية والاقتصادية والسياسية والثقافية الموجودة في هذه المجتمعات، وبدأت تقود واستمرت في قيادة هذه الشعوب بنفس الآليات القديمة، اللي هي الآليات القائمة على علاقة زبائنية، علاقة قائمة على الكوبتيشن بمعنى احتواء، وأيضا الإقصاء، يعني في مزيج ما بين الاحتواء والإقصاء، هو من أجل أن يكون هذا النظام نظاما يعني مستقر. أنا أعتقد هذا لم يعد نموذجا صالحا للديمومة في قادم الأيام، نظرا لعاملين. العامل الأول عدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، لأن لا نتحدث عن الخدمات، يعني الدولة مثل الأردن مثلا كان فيها التعليم متقدم، لأن التعليم خريج المدارس الأردنية فقد ميزته التنافسية. الصحة أيضا تراجعت في المنطقة، يعني لم تعد هذه الحكومات أو الأنظمة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية بشكل كاف، فبالتالي بالنسبة للشعوب فقدت مبرر وجودها بهذا الشكل. من هون نفهم إحنا شعار اللبناني أنه التغيير ليس المقصود في تغيير حكومة سعد الحريري بآخر من الطائفة السنية بنفس المحاصصة الطائفية، هو المقصود إحداث تغيير جذري، لأن المقاربات الأساسية والمنهجية التي تم توظيفها على مدار العقود الماضية هي التي أنتجت هذا الفشل المؤسسي في كل دول المشرق العربي وليس لبنان لوحده. فبالتالي ما جرى في لبنان بالمناسبة مرشح أن ينتقل إلى دول أخرى، على الآخرين أن ينتبهوا لذلك جيدا ويستبطنوا مرة وللأبد بأن استهبال الناس لم يعد خيارا، بأن هناك حاجة إلى أن يتم تطوير الأدوات السياسية وإشراك الناس في صناعة القرار. لا يمكن لأي نظام في هذه المنطقة أن يستمر بهذه الطريقة وهو يقصي الشعب، وهو يتذاكى على الشعب، وهو يحتال على الشعب، وهو يفشل في الدفاع عن الشعب في أبسط حقوقه الأساسية في التعليم والصحة. طيب، المواقف الدولية والمواقف المحلية في لبنان، مواقف القوى السياسية، يوم أمس شهدنا مسيرة لأنصار حزب الله نتحدث عن موقف سوري إيراني قد يكون داعما لحزب الله في لبنان، الرافض إلى حد ما ما يحدث في لبنان اليوم، يرفض التغيير. كلام سيد حسن نصر الله كان واضح في هذا الإطار، أنه ما حد يحمل مسؤولية 30 سنة يوم يومين، ولا نقبل اليوم برحيل الحكومة. سعد الحريري كان كلامه واضح أيضا في هذا السياق. فرنسا لا تزال تنظر الأمر بعين مختلفة، السعودية صامتة لا تتحدث، هذه كلها معادلات
لعبة داخل لبنان استمرت لسنوات. المواقف الدولية والمواقف الداخلية في لبنان كيف تقرأها؟ والله أعتقد خلينا نعود أولا للسبب المباشر للمظاهرات، هو إعلان الحكومة عن ضريبة إضافية للواتساب. هذه أعتقد هي الشعلة. لكن في الواقع أنا أعتقد في أسباب داخلية وخارجية أدت إلى الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة في الدولة اللبنانية برمتها. السبب الأول هو سوء السياسات الاقتصادية والمالية التي تبعتها الدولة اللبنانية منذ إعلان الطائف أو اتفاق الطائف 89 وإلى الآن. يعني أنا لا أريد أن أحمل حكومة السيد الحريري فقط، هذه سياسات متراكمة. طيب. اثنين، الفساد السياسي ودور ملوك الطوائف وأمراء الحرب في استغلال مواقعهم السياسية والدينية والاجتماعية في استغلال الاقتصاد ومنع استغلال توزيع الثروة بشكل عادل في الدولة اللبنانية. السبب الثالث وهو مرتبط بالخارج، أنا أعتقد أنه في هناك ضغوطات أمريكية على البنوك والمصارف اللبنانية من أجل وضع حزب الله في موقف محرج، خاصة ونحن نعرف بأنه الاقتصاد اللبناني 65% قائم على السيرفيس، بمعنى آخر على السياحة، على المصارف، على الخدمات. إذن حتى نستطيع أن نحجز أو نحد من إمكانيات حزب الله التي تقدر بحوالي مليار دولار كل سنة، كان لابد من الضغوط على السكتر الاقتصادي وخاصة البنكي والمصرفي. العامل الرابع أعتقد وهو مرتبط أيضا بالصراع في سوريا هو موقف دول الخليج. دول الخليج كانت تضخ أموال كبيرة وهائلة للبنان في اللحظات الحرجة. الآن في ظل التنافس مع إيران التي تدعم بشكل قوي حزب الله، شعرت بأنه ليس من واجبها أن تقوم بدعم لبنان كما كانت تفعل في السابق. وهذه أنا أعتقد أنها يعني قرصة ذان إلى الحكومة اللبنانية، إذا أردتم أن ندعمكم كما كنا ندعمكم في السابق يجب أن تعدلوا علاقاتكم وأن يكون التوازن بين دول الخليج العربي وإيران. العامل الرابع أنا أعتقد متعلق أيضا بالاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي مطلع بشكل كامل على عمليات الفساد وعمليات استغلال كما قلت في السابق، يعني مؤتمر الأرز الذي تم قبل سنة في باريس كان شكل من أشكال التنبه الأوروبي لما قد يحدث في المستقبل، لأنه الأرقام تتحدث 100 مليار دولار ديون ما يوازي 155 يعني في المئة من الدخل القومي، أول دولة في العالم بهذا الشكل. اثنين، 40-50% البطالة، القوة الشرائية ضعيفة جدا، وبالتالي ماذا تتوقع؟ نسبة الشباب عالية. إذن أعتقد الانفجار كان حقيقيا وواقعيا ويعبر عن الواقع في ظل هذه الأشياء. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الآن؟ لا قبل من لماذا الآن بسألك لماذا الآن، أسمع رأيك. تضييق على حزب الله. أنا بتقديري مقارب دكتور جمال يعني فيها تناقض. ممكن. الأساسي هو يقول بأنه لبنان وصلت إلى هذه الحالة نتيجة لتراكم السياسات إلى آخره اللي على مدار هذه العقود. وبعدين يأخذ جزئية بيحكي إنه دول الخليج ما عادت تدعم، بالتالي انفجرت هذه الأزمة. أنا مو شايف إنه الأزمة هي وليدة موقف السعودية أو موقف قطر أو موقف الإمارات أو حتى موقف إيران. لبنان ساحة للصراع بين إيران والسعودية. لبنان ساحة للصراع بين هاتين البلدين منذ فترة طويلة جدا. أنا بتقدير الموقف السعودي ليس سببا في هذه الأزمة. السبب الأساسي له علاقة ببنية النظام اللبناني، يعني علينا أن نعترف. وكمان الاختراق للبنان هو الاختراق الخارجي، هو لا يأتي رغما عن اللبنانيين وإنما بدعوة من اللبنانيين، يعني بمعنى أن الذي يدعو إلى التدخل الإيراني السافر في شؤون لبنان هو حزب الله، وحزب الله يرفع الولاء إلى طهران ولا يرفع الولاء إلى الدولة اللبنانية. والحزب الله هو يقود سياسة خارجية مستقلة عن الحكومة التي يفترض أن تكون الحكومة صاحبة السيادة وفقا، وأنت تعرف ذلك أنت أستاذ علوم سياسية، أن الدولة هي التي تمارس السيادة وليس الحزب. الحزب يقود سياسة خارجية منفصلة ومختلفة تماما عن السياسة الأساسية التي تقول بالنأي عن النفس، بمعنى أن الذي يتحدى المقاربة الدولة اللبنانية وحزب الله. بالتالي نحن لسنا هنا في صدد
تبرير مثلا التجاوزات التي يقوم بها حزب الله او حتى تبرير التجاوزات التي تقوم بها الحكومه من اي جانب من اي شكل من الاشكال، لكن لا يمكن الحديث عن لبنان وكاننا نتحدث عن دوله طبيعيه. لبنان دوله مخترقه وهي ساحه ويلعب فيها الجميع وليس فقط السعوديه، وانا ليس دفاعا عن السعوديه، السعوديه انا انتقدها في كثير من الملفات مفهوم مفهوم. لكن ايضا في حين دعمت ايران او قامت ايران بتطييف سياساتها من خلال دعم حزب الله كممثل للشيعة وكذراع لإيران لتنفيذ أجنداتها في الإقليم، السعودية دعمت الاقتصاد اللبناني للحكومة اللبنانية وهي العنوان الشرعي والوحيد الموجود في لبنان، أو هكذا يفترض نظريا أن يكون. فبالتالي دكتور أنا يعني إذا ما لازم تقنعني أنه كيف يمكن أن تقول بأنه، وأنت هذا كلام أنت حكيته، أنه في تراكم من الفشل له علاقة بسنوات طويلة جدا، ثم تقول أنه المتغير اللي صار أنه السعودية لم تعد تدعم، وهذا طبعا منذ عامين لم تعد تدعم الحكومة اللبنانية بالشكل الذي كانت. طيب ما هو ما هي الأزمة اللبنانية موجودة ليست جديدة، يعني الأزمة اللبنانية سابقة للتدخل السعودي وسابقة للتدخل الإيراني، يعني في هناك أزمة كما قلت أنا في البنية الأساسية في النظام السياسي اللبناني اللي على أثره صار في عندنا حرب أهلية، وأثره صار في عندنا حرب مخيمات، وصار في اختراق عندما كانت منظمة التحرير لاعب موجود، وعندما كانت إسرائيل أيضا تحتل، وكانت إسرائيل أيضا تجند جزءا من الشعب اللبناني قوات لحد من أجل قتال اللبنانيين. وبالتالي أنت تتحدث عن ساحة، فلا يمكن تقزيم هذه الساحة واختزالها بتوجهات خليجية رسمية تجاه الحكومة اللبنانية بصرف النظر عن سلامة هذه الأهداف. ما يحدث اليوم دكتور حسن، ما يحدث اليوم أليس لا يشكل ضغطا على حزب الله اللبناني؟ هناك من يقول أن المستهدف من كل هذه المسيرات ومن كل هذه المظاهرات ومن كل ما يحدث في لبنان اليوم حزب الله، وهو هو الخاسر الأكبر إن صح التعبير. صحيح، لكنه في فترة من الفترات كان هو الرابح الأكبر، ميشيل عون تم انتخابه بناء على توافقات ربح فيها حزب الله، مش دائما التدخل ضد حزب الله أو مش لصالح حزب الله. لكن السؤال مو كمان أنا حزب الله وأنصار حزب الله يتحدثون دائما بمؤامرات، وكأنه الكون العالم لا هم له إلا التآمر على ما يسمى بمحور المقاومة. هذا وهم بيع، وهم هذا ليس حقيقيا. حزب الله يقاتل في لبنان في سوريا، حزب الله يقتل سوريين، حزب لأسباب طائفية أيضا ولا علاقة لها بمحور الصراع مع إسرائيل. هذه أكذوبة، إيران لم تحارب إسرائيل بشكل مباشر لا في الأمس ولا في اليوم ولن تحاربها في المستقبل. إيران هي تقوم بقتل الشعب السوري وتقوم بقتل أيضا والاستقواء على الإيرانيين، على عفوا على العراقيين. بهذا المعنى حزب الله يخدم هذا التوجه، وبالتالي هنا تم الاستثمار الهائل، المليار اللي تحدث عنه الدكتور جمال، هذا ليس إجمالي ناتج محلي لحزب الله، هذا دعم مباشر من إيران إلى حزب الله. لماذا تدعم إيران حزب الله؟ هل هو لتنمية لبنان لخلق شروط التنمية، أم أنه من أجل يعني تقوية هذا الحزب ليكون أداة في يدها؟ طيب. ومن أجل تنفيذ أجنداتها في هذا. دكتور جمال، أنا لم أقل بأن السبب الرئيسي هو الدعم أو نقص الدعم الخليجي، أنا قلت بأن هناك عوامل داخلية وخارجية اجتمعت لكي تصل إلى هذه المرحلة اللي عودة فيها، بمعنى آخر أن هناك في عدة عوامل تستطيع أن تفسر فيها الوصول إلى حالة اللاعودة من خلال هذا الأمر، ما قلت أنه السبب الرئيسي. لكن حقيقة أنا أتفق أن لبنان منذ تأسيسه وربما قبل تأسيسه هو ساحة صراع. نحن نعرف أن المجازر التي كانت ترتكب بين المسيحيين والدروز في الجبل، وانحياز الإنجليز إلى الدروز وانحياز الفرنسيين إلى المارونيين، هذا ليس بالجديد. وأيضا نعرف بأن الفرنسيين هم الذين وضعوا الدستور الفرنسي، الدستور اللبناني الذي تشكل وما زال قائم إلى الآن، رئيس دولة ماروني ورئيس حكومة سني ورئيس برلمان شيعي مستمر. ولربما لهذا، طبعا هذا الكلام ربما يكون صحيح في حالة الديمغرافيا آنذاك، ولكن بعد التقدم والتطور وأصبح هناك ديمغرافية جديدة تتمثل بوجود الشيعة، أنا أسف أتحدث بالمفهوم الطائفي لست مع هذا الأمر، ولكن هذا الواقع، هذا واقع لبناني، هذا الواقع لبناني، الواقع معقد، وبالتالي وصلنا إلى الحرب الأهلية. والسبب الحرب الأهلية أنا أعتقد ليس فقط السبب الفلسطيني وهو وجود منظمة التحرير الفلسطينية، كانت سبب من الأسباب الكبرى التي أشعلت الحريق هناك، ولكن أيضا في صراعات طائفية موجودة منذ الأمد. 15 سنة جئنا بال89 مؤتمر الطائف، حاول نطفئ الحريق الذي شب. الآن بعد ذلك دخلنا في صراعات عربية إيرانية، عربية مع العراق، العراق وإيران. سوريا وقفت موقف صلب مع إيران، موقف الأخ من الأخ في مواجهة الحليف الأكبر
والبعث الثاني الروح التوأم الآخر في البعث هو العراق. لذلك أنا لا أعتقد أن التدخل الإيراني جاء فقط لدعم حزب الله الذي هو فعلا وليد، يجب أن نعترف بذلك، هو وليد الصراعات الطائفية والظلم الاجتماعي. 83 لم يأتي فقط لأسباب متعلقة بالشيعة بكونهم طائفة يعني طائفة دينية، وإنما جاءت أولا لأسباب متعلقة بالظلم الاجتماعي الذي كان. السبب الثاني هو الصراع العربي الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد أن حزب الله يشكل عمود فقري تدعمه إيران، ولكن ليس من أجل حزب الله، ولكن لأجل رد الجميل الذي قامت به سوريا خلال طيلة ثمان سنوات مع العراق. لذلك الآن حزب الله تدخل عام 2013 بعدما تدخلت كل القوى العربية بالخليج وإسرائيل وتركيا وأمريكا وغيرهم. الهدف الأساسي أنا أعتقد ليس فقط سوريا، الهدف الأساسي كان ذاك الذي يزعج إسرائيل 2000 و2006، تحداها وقلنا حيفا وما وراء حيفا يجب القضاء عليه. ولذلك أنا كنت بلحظة ما أعتقد أن الربيع العربي صحيح يمثل حالة اجتماعية، حالة انتفاضة على الأنظمة السياسية البائسة الفاسدة المستبدة، ولكن هذا التشجيع لم يكن ليكون لولا رغبة أمريكا في تغيير البنى التحتية والبنى النظام الدولي العربي. لأنه منذ عام 89 والتحولات صارت في أوروبا الشرقية، العالم تغير من نظام اشتراكي إلى نظام منفتح. العالم العربي لم يتغير رغم كل التوصيات، رغم كل الطلبات الأوروبية والأمريكية، بقينا كما نحن. لذلك أنا أعتقد كل ذلك فاقم عملية الصراع، وجئنا إلى 2011 وبدأت الانكسارات وبدأت السقوط للدول والمجتمعات. الآن نحن نتحدث عن السعودية. السعودية هي لاعب أساسي في لبنان عبر البوابة حزب المستقبل وعبر الكتائب وغيرهم. هناك أيضا في حلف آخر اللي هو الحزب الوطني، الحزب التيار الوطني الحر مع حزب الله مع أمل. هذا الصراع يعني هذا التنافس، لا أريد أن أقول صراع. السعودية أعتقد وإيران ليس لديهم خاطر وليس لديهم رغبة في فتح جبهات جديدة أعتقد في لبنان. الآن إيران تعاني من الضغوطات الاقتصادية الأمريكية القوية والصلبة والمستمرة. طيب. السعودية تعيش في حالة قلق فيما يتعلق بالأزمة في اليمن وفيما يتعلق أيضا بالصراع الداخلي على الحكم. لذلك أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك صراع حقيقي الآن موجود بين إيران والسعودية في جميل. لبنان. راح أسمع رأيك بما أوردوا عن الربيع العربي وتحريك الربيع العربي وما ذلك وما يحدث في لبنان تحديدا وحزب الله الوقوف في وجه إسرائيل 2006. أنا بتحفظ على كلمة إسرائيل بنحكي إحنا ما يقال أو ما يسمى، بس إحنا مضطرين إنه نعم. بعد الفاصل أسمع وجه نظرك في كل ما أورد فاصل قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا. نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام. دكتور حسن، الربيع العربي يقرأ دكتور جمال اليوم بطريقة مختلفة، بقول لك يبدو أن هناك من يحرك ما يحرك. لا يعني شوف، أي حدث في أي منطقة هناك من يستغل هذا الحدث، لكن إذا تحدثنا عن المحركات الأساسية لثورة الشارع اللبناني، أنا بتقديري هي متعلقة بفشل الدولة اللبنانية في تقديم ما يريد الشعب، هي بسبب انتشار الفساد بغياب آليات المحاسبة. يعني أنا في وحدة لبنانية صديقة لي عمرها 42 سنة، كنت أنا نحكي مع بعض، قالت لي من ولدت لليوم أن أشوف نبيه بري رئيس مجلس النواب. يعني صحيح. يعني ما في الطبقة الزعامات اللي سماهم الدكتور محقن وملوك الطوائف، هؤلاء صاروا أكبر من عمر الدولة اللبنانية. وهذا النظام اللبناني بشكله الحالي يعني لا يستوعب القادمون الجدد وهم الغالبية الساحقة من الناس اللي هم أكثر تعليما وأكثر مهارة والأكثر فقرا. يعني هم المهمشون الآن في الشارع اللبناني. هؤلاء خرجوا ليس لأن هناك جهة ما خارج لبنان تحركهم، ونعتقد أن أي تحليل بهذا الاتجاه هو ربما في إهانة أيضا لذكاء الشعب اللبناني. أنا بتقديري أن الذي حركهم هي عوامل داخلية بامتياز لها علاقة بالفقر، البطالة، الفساد، وعدم قدرة النظام على تجديد نفسه. وهذا النظام ما فيه هامش لاستيعاب القادمون الجدد، وهم كما قلت أنا أشر الآن هم الشريحة الأعرض من الشباب. الآن في مشكلة أخرى، أن لبنان أيضا تتحمل تبعات ما يجري في بعض البلدان الأخرى، وجود النازحين أو عفوا اللاجئون السوريون الموجودون الآن فيهم يشكلون حالة من الضغط على الاقتصاد اللبناني.
في هناك قلق طائفي في لبنان منهم من هؤلاء الوجود، وشفت أنت التصريحات الكثيرة التي تريد أن تعجل بترحيلهم، وكأنه أيضا تريد أن تحدث نوع من الهجرة المعاكسة أو بمعنى يعملوهم لاجئين مرة ثانية، في حين أن ربما الأمور في سوريا ليست جاهزة الآن، ولا أعتقد أن الدولة السورية تستعجل عودتهم لأنهم ينتمون إلى طائفة مخالفة للطائفة التي تحكم في سوريا. فلبنان بهذا المعنى هناك ظروف خارجية يمكن أن تضغط على الداخل، لكن أنا بتقدير جوهر المسألة هو جوهر أولا داخلي، اثنين تراكمي على مر يعني لم يأتي فجأة، وإنما بعد، واللي حكى دكتور جمال بمنتهى الدقة أنه على مر العقود هذا احنا وصلنا إلى هذه المرحلة. طيب. إلى أن جاء يعني برميل أو الشعلة أو الشرارة التي أشعلت هذه النيران، كما يجري في أي أزمة أخرى. مقتل البوعزيزي في تونس لم يكن سببا في ثورة الياسمين، وإنما كان شرارة، بمعنى أن الظروف موجودة، الانفجار صحيح. كانت تنتظر مهيئة. أي حدث تنتظر رفع الضريبة 20 قرش ولا 20 فلس لا أعرف في لبنان، لا يمكن أن تكون دولار بالسنة سبب أن يتجاوز الشارع اللبناني تقسيمات الطائفية ويتوحد في هوية وطنية جامعة واحدة ضد الفساد وضد الاستبداد كما يجري في لبنان الآن. هذا مرد سبب داخلي، لو كان هناك عوامل خارجية لانقسم الشارع اللبناني عليها. دكتور جمال، نعم، العوامل مش خارجية، العوامل داخلية بحتة. والله شوف، وعلى الجميع أن يلتزم بما يريده الشعب. نحن نعيش هذه العبارة نقولها، لا يمكن لا لحزب الله ولا لغيره اليوم أن يوقف الشارع اللبناني، ولا يمكن له أن يهدد. هناك من وجد في حديث الشيخ حسن نصر تهديد وعيد للشعب اللبناني. هناك من يرى أن الحرير اليوم لم يعد يصلح، وعود الحريري لم تعد تفيد اللبنانيين. اللبنانيون اليوم لا يريدون قوائم انتخابية حزبية طائفية، يريدون لبنان واحد، لبنان موحد، لبنان انتخابات على مستوى لبنان، لتنتخب كل لبنان نوابها، لينتخب كل لبنان رئيس وزراء، ولينتهي الأزمة. في السبعينيات كان في مسلسل جميل اسمه صح النوم، بطولة دريد لحام وحسن البرزان، فكان حسن البرزان يمثل ذاك يعني الشخص المثقف الذي يبحث، يريد أن يسافر أن يهاجر، فكان يقول جملة مهمة لم أكن أفهمها أنا ذاك، كان يقول إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا في البرازيل. هذا الكلام في السبعينيات. الآن في ظل العولمة لا أعتقد أن العوامل الداخلية قابلة وقادرة على أن تفسر سبب اضطرابات معينة. أعتقد العوامل الخارجية لها دور كبير. المساعدات الخارجية التي كانت تسقط على أو تنزل إلى الساحة اللبنانية من كل الأطراف، حتى من أمريكا ومن أوروبا من الخليج، كانت موجودة، الآن قلت. اثنين، عندك الصراعات، يعني احنا يجب أن نقول بأن الصراع في سوريا كان أيضا مكلف للدولة اللبنانية، لأنه عندنا حوالي 39% الآن من السكان حوالي 1,400,000 غير لبنانيين، وبالتالي الدولة تدفع وتنفق على البنى التحتية والتعليم وكذا. بالتالي أنا أقول مقتنع أن من خرج إلى الشارع ويتحدث، لا أريد لا تحكي لا سني ولا شيعي ولا درزي ولا أنا معك ولا ماروني ولا ما تحكي هذا، ما هذا أريد أن كيف من أين جلالة الملك المرحوم كان يقول من أين آتي بوزراء، يعني هذا المجتمع هذا الذي أفرزه، يعني من أين تأتي بشخص من عائلة يعني سنية غير الحريري. السيد الحريري كان ملياردير مرفوض، كله مرفوض هذا الكلام اليوم. الشارع اللبناني مرفوض. اذا نذهب الى الانتخابات التشريعيه، عملنا انتخابات، جيب لنا حكومه. المشكله انه الان لا نستطيع تحكم البلد مده شهرين ثلاث حتى وصل انتخاب على مستوى الوطن وانتهى الامر. احنا وصلنا الى حكومه السعد الحريري بعد يعني شق الانفس سنه ونص من الانتظار، وبتوافقات خارجيه ايرانيه سعوديه امريكيه. الان اذا اردنا فرنسيه، بالتأكيد فرنسا لها دور الأكبر، هي الراعي لكل هذه العملية، ولكن أريد أن أقوله إذا بكرة السيد الحريري استقال، متى ستتشكل الحكومة القادمة؟ ومن سيشكلها؟ وكيف تتجرى انتخابات قادمة؟ الكل حذر نظام كاملا في لبنان. والله شوف، ألا أنت بتحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تجديد. السؤال كيف؟ يعني هل يعني كيف يسمح نبيه بري لأخ شخص آخر أن يأخذ مكانه؟ كيف يسمح سعد الحريري؟ طبعا العائلات السنية برد أكرر بين قوسين أنه لا أحب هذا المفهوم، لكن في عندك عائلات سنية في يعني في الشمال، عندك في لبنان في بيروت، في عندك في الجنوب عندهم عائلات، يعني أنا أعتقد هناك في صراع أيضا داخل
كل طائفة موجودة. هل سيسمحوا بإيجاد جيل جديد شباب جديد؟ أنا أشك في ذلك في حقيقة الأمر. أسمع وجهة نظرك دكتور حسن. لا أنا يعني لا أريد أن أستبدل نبيه البري بشخص شيعي آخر، ولا سعد الحريري بشخص سني آخر، ولا رئيس الجمهورية بشخص مروني آخر، يعني بالتالي إحنا ولا كأن عملنا شيء. تحتاج إلى ثورة بهذا المعنى. الشعب اللبناني هو الذي هذا ما يريد الشعب اللبناني عندما يقول إسقاط النظام، هذا معنى إسقاط النظام، أن النظام القائم على المحاصصة الطائفية هو الذي خلق هذه العلاقات الزبائنية والهويات الفرعية التي يتمترس خلفها كل لبناني بما يسحب من وطنيته. يعني أنا اللي شفته في شوارع لبنان، علشان هيك دكتور أنا مش مع التحليل بأنه في عوامل خارجية حركت، لأنه العوامل الخارجية عادة تكون عوامل استقطاب داخل أي مجتمع في العالم. هذا الإجماع العابر للطوائف والعابر، لأنه حتى في مناطق الشيعة ظهروا ضد خطاب حسن نصر الله. فبالتالي نحن نتحدث عن كتلة حرجة داخل المجتمع اللبناني تريد أن تسقط هذه الترتيبات، ترتيبات الطائف، ترتيبات طائفية. ألا أنا يعني كمان يؤسفني أنه نسمع الحديث دائما أنه من وين نجيب من السنة، في عائلات بالشمال في عائلات بالجنوب. دكتور القضية الأساسية هي قضية المواطنة، يعني بمعنى أن العلاقة بين الدولة وأي فرد لبناني هي قائمة على المواطنة، مش قائمة على الأقليات ولا قائمة على الطوائف ولا قائمة على الزعامات ولا قائمة على أي واحد له أي حظوة، يعني كان صهر رئيس الجمهورية ولا صهر رئيس الوزراء ثم ينتقل. أو الأصح أن يتم إيجاد نظام انتخابي يسمح للبناني بالتنافس بشكل مختلف عما يجري الآن، ومن يخرج يستطيع أن يشكل حكومة عابرة للطوائف وليست حكومة محاصصات طائفية. ترى لا يجوز، هذا ترى هذا قابل للتحقيق اليوم بما يحدث في لبنان. لا يجوز أخوي محمد أنه يكون مثلا فكرة أنه حزب ما أو جماعة ما لهم ثلث المعطل. ماذا يعني ثلث المعطل؟ يعني إحداث شرر، يعني بمعنى الحفاظ على المكتسبات باسم الطائفية لهذه الأحزاب ولهذه الزعامات. عندك ملاحظة دكتور؟ يعني أنا أعتقد يعني رؤية الدكتور حسن هي رؤية مثالية. لو كنا نستطيع أن نغير نظام بالطريقة التي ترغبها وأنه يكون هناك مواطنة ودولة وعدالة اجتماعية كان فعلنا. أعتقد هناك في مشكلة في بنية النظام، وإذا أردت أن تفعل تغيير أنت تحتاج إلى موافقات داخلية وخارجية. لا يمكن أن يتقدم لبنان بأي مرحلة من مراحل تغيير بدون موافقة خارجية، بدون فرنسا من ناحية، أمريكا من ناحية أخرى، بدون السعودية وبدون إيران. تتفق هذه القوة التي ذكرها دكتور جمال اليوم أم أن الشعب اللبناني تجاوزها لا يريد موافقتها؟ أنا بتقديري اليوم بالأسبوع الماضي الشارع تجاوز كل هذا التصنيف. جميل جدا، ننتظر الأيام القادمة ما تستحمل لبنان، وتمنى دائما الخير لبنان. ننهي على هذه اللقطات المباشرة حلقة ليلة مباشرة من طرابلس. دمتم بود.